مساء الخير. بعض اللحظات وبعض المواقع تتبدى في السياسة أو في التاريخ، تتبدى بعد عند النظر إليها وعند تبين الآثار التي ترتبت عليها، تتبدى وكأنها مواقع مرتفعة يمكن منها الإطلال على ما يسمى بانوراما، مشهد كامل يبان في كل تفاصيله لأنه من موقع عالي سواء في السياسة أو في التاريخ. من أهم المواقف أو من أهم المواقع اللي حصلت أو اللحظات اللي حصلت في هذه اللحظة في السياق اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، هو اللقاء الذي جرى بين أنتوني إيدن نائب رئيس وزارة بريطانيا ووزير الخارجية وبين جمال عبد الناصر. هذا اللقاء في اعتقادي له قيمة كبيرة جدا، ولذلك فأنا سوف أستأذن أن أعود إلى أوراقي بأكثر مما اعتدت أن أفعل، لأن هذه اللحظة أو هذا الموقف أهم كثير قوي في المستقبل وفي رؤى المستقبل، لأن هذا هو الموقف الذي أدى إلى السويس، إلى معركة السويس. هذا اللقاء بين الرجلين، رجل وراءه تجربة الحرب العالمية الثانية أنتوني إيدن، ووراءه رفقته تشرشل، ووراءه أنه نجم السياسة العالمية في واقع الأمر منذ استقال من وزارة نيفل تشامبرلين سنة 38 احتجاجا على سياسة التهدئة مع هتلر، ثم عاد منتصرا بعد ذلك في وزارة تشرشل وزيرا للخارجية ومساعدا أول له، ثم نائبا رئيس الوزراء، ثم خليفة له على رئاسة الوزراء بعد أقل من أسبوعين من لقائه مع جمال عبد الناصر، وهو جاء وهو يعلم أن رئاسة الوزارة البريطانية قايلة إليه. هذا كان أكبر أهم لقاء في ذلك الوقت حصل حتى شارك فيه جمال عبد الناصر، لسبب أساسي وهو أنه هذا جمال عبد الناصر كان لأول مرة بيلتقي بسياسي على هذه الدرجة من الأهمية. قبل كده صحيح كان التقى بجون فوستر دالاس، لكن لقاءه مع جون فوستر دالاس أوائل سنة 53 كان مبكرا جدا، وما كانش موجود في المسؤولية، وما كانش هو الرجل المتصدي لعملية إقامة نظام. لكنه عندما جاء أنتوني إيدن في 20 فبراير سنة 1955 كان واضح أنه جمال عبد الناصر هو الرجل الذي يتصدر المسؤولية الأولى في مصر، ثم أنه الرجل المسؤول عن إدارة الشأن المتعلق بعدة حاجات. حاجة الأولانية اتفاقية الجلاء، ونحن في ذلك الوقت عند الخط غير المرئي اللي فيه قوات البريطانية بدأت تنسحب لكنها لا تزال لديها القوة للتدخل ولتغيير أشياء في مصر، حتى بما فيها لو أدى الأمر إسقاط النظام بمقتضى خط راديو. فإيدن أنتوني إيدن وهو يعلم أنه رئيس الوزراء جاي إلى مصر وفي ذهنه عدة أشياء. أولا هو في ذهنه، وهذه مسألة مهمة جدا، في ذهنه ليس فقط علاقات بريطانيا بمصر، لا، في ذهنه أيضا موضوع الأحلاف. ونفتكر أنه مؤتمر رؤساء الحكومات العربية اللي فيه نور السعيد وجمال عبد الناصر وكل الحجج التي قيلت كانت قبل اللقاء بعشرة أيام، بمعنى أنه اجتماع رؤساء الوزارات رؤساء الحكومات العربية انتهى يوم 10 فبراير، ويوم 20 أنتوني إيدن كان موجود في القاهرة. فدي هنا كان في موضوع التاريخ اللي موجود في الأفق على جلاء القوات البريطانية، وفي المناقشات الحادة والمحتدمة التي جرت في شأن الأحلاف. كمان أيضا في حاجة تانية جاء فيها إيدن أو كانت شغلاه، وهو موضوع الإرث، لأن إنجلترا وأمريكا في ذلك الوقت وقبل أن يجي إيدن عاملين محادثات في واشنطن من أجل تنفيذ الخطة ألفا. هذكر تاني ان الخطة الفا هي الخطة اللي وضعها جنرال ايزنهاور للتعامل مع مصر ولاقناع مصر انها تتقدم لصلح مع اسرائيل تقود اليه بقية العالم العربي، ثم تنضم لاحلاف غربية تشارك فيها فيما بعد اسرائيل، وهو ده اللي استوجب كل المناقشات، سواء فشل مفاوضات الجلاء الاولى او فشل المحادثات رؤساء الحكومات العربية، لانه نوري باشا السعيد كان جاي مصممين على بدايه الاحلاف في المنطقة إلى آخره. فالخطة ألفا موجودة. خطة ألفا على فكرة كلمة حرف ألفا هي الحرف الأول بالأبجدية، وهو موجود عندنا ألف،
وايزنهاور يبدو ان هو ومساعديه في البيت الابيض اختاروا الحرف الاول في الابجديه الفا الاغريقي، لان الفا هو الحرف الاول، اوميجا هو الحرف الاخير. يه فالخطه الفا هذا كانت الحرف الاول، البدايه الاولى لسياسه امريكا في الاندفاع نحو المنطقه. وانتوني ايدن يعلم انه امريكا عندها خطه وهم على علم بيها، لكنه هم يريدوا ان يسبقوا. أنتوني إيدن يريد أن يسبق، لأنه هنا هو اللي عمل اتفاقية الجلاء، هو اللي على الأقل أشرف عليها واللي وقعها مساعده أنتوني لافينج اللي هو وزير الدولة للشؤون الخارجية معاه، لكن هو المسؤول عن إدارة السياسة البريطانية كلها، وهو يعلم أن رئيس الوزراء الجاي، وهو في ذهنه أنه مش مستعد يفرط ويسيب أمريكا تخش في المنطقة إلى النهاية بمقتضى الخطة ألفا وتاخد مصر وبعدين تاخد وراها بيت العالم العربي. فأنتوني إيدن جاي وهو ايضا الخطة الفا في ذهنه، فبقى في عنده واحد هذا الخط غير مرئي في الجلاء، نقص درجة التهديد الذي يمكن ان يوجه الى مصر بمقتضى الخطة راديو، ونقص التهديد ايضا يعني ان دور بريطانيا في الفعل المباشر على الارض بيتاكل او بتنزل درجته، بتنزل قيمته، بتنزل فعاليته. وبعدين جاي ايضا وفي يعلم انه مؤتمر رؤساء الوزارات ونوري باشا اللي هم العربيه، ونوري باشا اللي تقدم في الاول وسبق وكانوا بيعتمدوا عليه ما قدرش يمشي حاجه في مؤتمر رؤساء الحكومات، وفي واقع الامر انه عزل تقريبا في هذا المؤتمر. وبعدين في الخطه الفا وهم على اتصال بانجلترا بامريكا فيها، وهي متعلقه بمساله الارث، وفي ضمنه البترول وهو قضيه ما لا تحتمل التهاون، لا تحتمل حاجه. فايدن جاي وهو وبعدين هو قدامه رئاسه الوزراء، وهو جاي والشرق الاوسط هذه المنطقه التي يستعد فيها والتي عليه ان يقاتل فيها القتال المعركه الاخيره الامبراطوريه، لانه هذه المعركه الاخيره الامبراطوريه، لانه مصر القاعده، زوال القاعده يعني انهيار كل النظام الدفاعي في المنطقه. فاذا لم يحل محل القاعده في قناه السويس ترتيب اخر يضمن الوجود البريطاني ويضمن النفوذ البريطاني، اذا فالامبراطوريه في خطر، خصوصا بالنسبة في رؤية رجل يعلم انه قادم رئاسة الوزراء. انتوني ايدن حاول ان هو يقدم الخطة الفا اثناء المفاوضات في واشنطن والاتصالات في واشنطن لاعداد الخطة الفا، وهم كانوا موجودين هناك. ايدن طلب من دالاس صراحة اذا كان هو يعرض يبدأ بعرض الخطة الفا على جمال عبد الناصر في لقائه المرتقب معاه، دول كان ده كانوا مجتمعين في واشنطن حوالي اواخر يناير واوائل فبراير. فانتوني ايدن بيطلب ان هو يتقدم بالخطة الفا، ويقول الكلام ده لدالاس لوزير الخارجية الامريكي، ودالاس يستأذن انه هيرجع للرئيس. فرجع للرئيس ايزنهاور، فالرئيس ايزنهاور بوضوح قال له انه ينبغي انه هنري بايرد وكيل الخارجية المعتمد مساعد الوزير واللي هو عنده تجربة كبيرة قوي وهو المكلف بان يشرف على تنفيذ الخطة الفا، هو اللي هيقدم الخطة، وانتوني ايدن ما يقدمهاش، لانه اذا قدمها انتوني ايدن لجمال عبد الناصر فسوف يتولد لدى هذا الشاب المصري اللي جاي واللي طالع للقوة بسرعة، يتولد لديه شعور الانجليز خرجوا من الباب ثم عادوا الى النافذه، وهذا هو التعبير اللي استعمله ايزنهاور فعلا. فانتوني ايدن لكن على اي حال سمح لايدن انه يقارب بشكل او اخر الخطه الفا، بمعنى انه يمهد لها، لكنه تقديمها رسميا سوف يتم عن طريق بايرود اللي كان جاي بعد زياره ايدن بخمس ايام وصل للقاهره. ف أنتوني إيدن جه وجاء في ظروف مهمة جدا بالنسبة له وفاصلة وحاسمة، هي أيضا بالنسبة لجمال عبد الناصر هذا أول اختبار له مع هؤلاء هذا النوع من الساسة الكبار اللي قادوا الحرب العالمية الثانية وانتصروا فيها. من حسن الحظ أو من حسن حظي أنا إن أنا كنت تقريبا أكاد أكون الشاهد الرئيسي اللي اعتمدت عليه كل الروايات على هذا اللقاء. انا كتبت قبل على هذا اللقاء في كتاب طلع في العالم بره اسمه The Inside Story of Nasser، هو عنوانه كان انه ثوار ورجال دولة،
او متمردين ورجال دولة، وطبع صدع دبل داي، واتكلمت عن اللقاء لاول مرة او حكيت تفاصيله لاول مرة، لكنه عرضني فيما كتبت وزير خارجية انجلترا فيما بعد سلوين لويد، مع فطلع كتاب اللي هو سويس 1956 سويس. والحاجة الغريبة انا كتبت بعد تاني كتاب تاني على السويس اسمه قطع ديل الاسد، ورجعت تاني فيه للمقابلة، لانه انا شفت اطراف كتير منها قوي. الاقي في كتاب سلوين لويد مليان مناقشة معايا، ويقول هيك قال وهيك ما قالش. النقطة الاساسية اللي حصل الخلاف ما اذا كان هذا اللقاء نجح او لم ينجح. واقع الامر ان انا سواء في الكتاب الاولاني على الثوار او المتمردين والساسة، او في الكتاب الثاني اللي هو قطع ذيل الاسد، في الكتابين انا ما قلتش ان اللقاء فشل، لكن وانا بوصف اللقاء انا اتكلمت على شعور جمال عبد الناصر وزملائه لما خرجوا بعد اللقاء وبدوا يقولوا مبهورين بالنجارة، او على الاقل اللقاء كان بالنسبة لهم تجربة مختلفة انا جايلها على طول، لكنهم قالوا انه حسوا في وسط الجو البريطاني ده انه كما لو انه هم بيتعاملوا شحاتين بيتعاملوا مع امراء. ده كان وصف الساخر لناس بعد ما خلصوا لقاء طالعين بيتكلموا عليه مع بعض، لانهم رايحين ببدلهم العسكرية، ورايحين بواحد رايح عقيد وواحد رايح مقدم حاجة كده يعني، وقدامهم انتوني ايدن، وقدامهم انتوني ايدن جاب معاه مين، ودي كانت ظاهرة متكررة، جاب معاه فيل مارشال هاردينج. كانت حاجة ملحوظة قوي في كل لقاءات مع الكورونيل يعملوها الانجليز، حتى في المفاوضات، في المفاوضات جابوا فيل مارشال سليم، يجيبوا الكولونيل فيل مارشال، واحد فيل مارشال خاض تجربة الحرب، فالكولونيل بلا تجربة الا في فلسطين وهي تجربة محدودة، قدامه فيل مارشال من قوات الحرب العالمية الثانية، ويبدو انه ده كانت سياسة مقصودة لانها تكررت. سليم في المفاوضات لما جاء ايدن اللي جاي معاه فيل مارشال هاردينج، وبعدين ايدن كمان وقتها كان حاجة وانا كتبت عليها نفسيا، وبعض الناس عرضوني لكنهم كلهم رجعوا فيما بعد وقالوا ان انا اللي قلته كان دقيق، مش لانه حاجة لكن لاني شفت. ايدن كان متجوز جديد كلاريسا تشرشل، دي كانت الزوجة الثانية له، واتجوزها وهو في سن كبير قوي، وفارق السن كان شديد. كلاريسا تشرشل قريبة وينستون تشرشل، وفي ذهنها المجد والعظمة في ذهنها مرتبطة بقريبها بتشرشل، وينستون تشرشل، واتجوزت اكبر مساعدي انتوني ايدن، وعندها الشعور الطبيعي انها في موقع مختلف، وانه البنت اللي كانت قريبة تشرشل من بعيد من عيلته يعني ومن بعيد، هي النهاردة هتبقى السيدة الاولى في انجلترا بشكل او اخر، وانه وايدن والست كانت شكلها لطيف يعني. وبعدين ايدن كان قدامها يعني انا ولا قاعد ابص على المنظر، واضح قدامي انه في قدامي راجل يعني كبر في السن وزوجة شابة، وهذا شعور طبيعي جدا. فهو زي ما قلت انا في الكتاب انه هي واز تراينج تو شو اوف، بيحاول يتظاهر بيوري نفوذه وبيوريها سلطانه، خصوصا ان دي كانت اول رحلة بتطلع معاه فيها. فهو وبعدين هي جايه في مصر، ومصر بلد طبيعي حتى بمنطق تشرشل بلد تابع، فهي جايه في ضمن الهيلمان بتاع سواء وينستون تشرشل او انتوني ايدن. وبعدين سراد ستيفنسون وقتها اقترح ان الزوجات يحضروا، واتكلم مع الدكتور محمود فوزي وزير الخارجيه في ذلك، وجمال عبد الناصر كان له راي في هذا انه هذه محادثات سياسية، وعلى حال وفي وقتها الحقيقة لا كانوا زوجات أعضاء مجلس قيادة الثورة مستعدين لمواجهة العالم، ولا كان الرجالة نفسهم من أعضاء مجلس قيادة الثورة مستعدين لدور للمرأة، غلط أو صح يعني أنا ما بناقش ده، لكنه مش مساعدين لدور المرأة، بيروحوا عاوزين فكرة المعسكرات مسيطرة عليهم، رايحين يتكلموا مش رايحين يعملوا حاجة تانية، ومش رايحين يعملوا مظاهرات اجتماعية او يقعدوا في مجاملات، او خصوصا انه حتى الدعوة جاية انه اللبس سموكينج العشرة بالليل. ولما رحنا فعلا
في موجود انتوني ايدن بكل هيلمان انتوني ايدن، سيرال ستيفنسون، كلاريسا تشرشل، ليدي ستيفنسون، ليدي هاردينج، حتى في المارشال هاردينج جت مع مراته. فالجو كله كان جو. وبعدين دي كانت اول مره جمال عبد الناصر يخش فيها السفاره البريطانيه، وهو عنده هي في رايه انها وده كان موجود عند جيلنا كله، انه هذا هو المقر الذي تحكم منه مصر حقيقه، وانه هذا هو موقع القوه في مصر. ومحدش ما شافوش، هم ما شافوش. لكن لما راحوا، وانا فاكر انه جمال عبد الناصر دخل بيبص حواليه كل حته وكانه يتصور انه شبح كرومر هنا موجود هنا، وشبح مايلز زامسون او لورد كلير موجود هنا، والمبي موجود في ركن تاني. البيت مليان تقريبا اشباح. وحتى سراب ستيفنسون لاحظ وقال له انت اول مره تيجي في عندنا هنا في البيت ده؟ قال له اه فعلا اول مره، مش حابب افرجك عليه. ومشي بيه هو وكان معاه بغدادي. قبل لما حصل انهم وصلوا للبيت، كان سيرال ستيفنسون واقف على الباب تحت، على السلم تحت مدخل السفاره البريطانيه، في جنينه كبيره، وبعدين في الصينيه اللي في الوسط، وبعدين في الشارع اللي بتلف فيه العربيات، الطريق اللي بتلف فيه العربيات، وبعدين على اول سلم، في سلم فيه 7 درجات كده او 8 درجات، على اول درجه من السلم المؤدي الى البيت واقف سيرال ستيفنسون، وعلى اخر درجه فوق واقف انتوني ايدن بجلاله قدره يعني. وبعدين جه حكايه قال له انت اول مره بتخش البيت. المهم دخلنا قعدوا، دخلنا وقعدوا. ايدن كان جاي معاه، وهنا ده مساله مهمه قوي اظن، وذاك هستاذن ان نرجع للورق. كان معاه اللي بيسموه بريف. طبعا كل سياسي يذهب الى مفاوضات، ما فيش سياسي في الدنيا بيذهب الى مفاوضات ويقعد يتكلم زي ما بيقولوا اوف ذا كف، ما يخطر على باله كده يدردش يعني. لا، كل واحد بيروح قدامه بيعطى حدود لما يستطيع ان يتكلم فيه. فهنا في الورقه اللي موجوده اللي اعطيت لانتوني ايدن واللي عنوانها كده دي بريف. البريف كلمه معناها المذكره او الملخص او التوجيه اللي احنا عايزينه، هي تحتمل معاني كتير قوي. لكن فيها كيف ينبغي على ايدن ان يتصرف في لقاء عبد الناصر. اول القعده كان في صبحيه يوميها يوم 20، كان في اولا قعده في مجلس الوزراء، في مقر مجلس الوزراء الذي كان قد اصبح مكتبا لجمال عبد الناصر. المفاوضات كانت هتبدا هنا وبعدين هتكمل فيما بعد في العشاء في السفاره. فيوم 20 فبراير كان في واحد اجتماع الساعه 11 الصبح في مقر الرئاسه، رئاسه مجلس الوزراء، وبعد الضوء وبالمساء الساعه 7:30 في العشاء، ومعمول حساب انه قبل العشاء وبعد العشاء في مجال لكلام كتير قوي. الجلسه قبل ما اجي اللي حصل بالليل هتكلم وايدن عمل ايه. هقول اولا انه مين اللي كانوا موجودين. من الطرف المصري كان موجود قدامي جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، زكريا محي الدين، عبد اللطيف البغدادي، والدكتور محمود فوزي وزير الخارجيه. البريف التوجيه او المذكره اللي محطوطه لايدن عشان يتكلم منها ويتكلم في حدود نقاطها كانت استعملت في جلسه الصباح واستعملت ايضا في جلسه المساء. البريف انا بلاقيها او التوجيه او الورقه اللي يتفاوض منها، ما فيش حد يقعد يتكلم كده زعيم ملهم ينزل عليه كلام السماء يعني. بتقول له ايه؟ بتقول لايدن ايه؟ بتقول له نمره واحد، ابتدي اتكلم مع جمال عبد الناصر في موضوع فلسطين، لانه موضوع فلسطين هذا موضوع هو عاشه وهو مجرب فيه. فاتكلم معاه في موضوع هو يستطيع ان يستفيض فيه وان يلامس ذكرياته الخاصه، فابتدي اتكلم في هذا الموضوع، موضوع فلسطين. الفت نظره الى ان هذه مشكله كبيره جدا وهو خبرها بنفسه. وهو يستطيع انه يعمل فيها انجاز لم يسبقه حد من الساسة الضعفاء اللي كانوا في مصر قبل كده. وركز على هذه النقطة، انك انت جمال عبد الناصر نوع مختلف من الناس، لانك خبرت بالتجربة ايه الموجود، وانت تستطيع ان تكون اكثر اقداما واكثر شجاعة في انك انت تاخد قرارات مهمة يعني. وبعدين ذكره وهو لمس هذا بنفسه في الفلوجة ولمسه في فلسفة الثورة، ذكروا بمسألة اللاجئين.
وقول له ولح عليه انه باقدامه على خطوه شجاعه في موضوع فلسطين اي صلح مع اسرائيل من غير مناقشه يعني، من غير ما نخش في لعيب دبلوماسيه كتير قوي طويله يعني، فذكره بعذاب مليون لاجئ، ان في يده انهاء عذاب مليون لاجئ فلسطيني. وبعدين اتكلم معاه في موضوع الاحلاف، ممكن قوي تتكلم معاه في موضوع الاحلاف، وذكره بانه موضوع الاحلاف هذا هو لغه العصر، ما عادش حد في هذا العالم، ما فيش دولة في هذا العالم تستطيع ان تتحدث عن دفاع نفسها، لانه هذا عالم تحول الى كون واحد تقريبا او بيتحول لكون واحد، والحروب اصبحت حروب عالمية، واحنا شفنا ده في الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية اكثر، وخرجنا في صحيح في انقسام في العالم شرق وغرب، لكنه حتى هذا الصراع بين كتلتين في عالم واحد. فذكروا بانه هذا هو شكل العمل السياسي والاستراتيجي المقبل في العالم الجديد، وهو بخلفيته العسكرية قد يكون قادرا على استيعاب ذلك. وبعدين بيقول له ايه، بيقول له قل له انك انت، قل له انك انت بقلبك معاه، لانك انت عارف ان هو ده اللي كتبه البريف ده بيوجهه نائب رئيس الوزراء، كاتبين هذا الكلام طبعا دول الخبراء في وزارة الخارجية البريطانية، فكاتبين البريف لرئيس الوزراء مقرر من رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ومقرر من رئيس الوزراء وينستون تشرشل. فبيقول له ايه، بيقول له قل له انك انت شايف اماله الكبيرة، وانك انت شايف هو عاوز يعمل ايه في مصر، وانك انت متابع رغبته في تصنيع مصر، وانك انت متابع اهتمامه بالسد العالي، وقول له ان احنا مستعدين نساعده، لكن عليه هو ايضا ان يساعدنا، فاذا هو ساعدنا فنحن سوف نستطيع مساعدته، وواقع الامر مساعدته لنا هو مساعده، هي مساعده لنفسه، ولوح له بالسد العالي. وبعدين الحاجه بقى اللي بتوري الماكيافيلية اللي هنا، بيقول له ايه، بيقول له اتكلم انت ودلس، لكن بيقول له إيه؟ اذا قال لك، اذا حسيت ان هو موافق على كلامك، اذا حسيت ان هو موافق على كلامك اوعى تقطع عهود محددة، ولا تقطع ولا تحدد شيء انت هتديه، لكنه انت بصفة عامة نحن سوف نساعد، عارفين انه عاوز السد العالي هنساعد، عارفين انه عاوز تصنيع هنساعد، عارفين انه عاوز سلاح هنساعد، وهنقدر نساعد اكتر لو اصطلح مع اسرائيل، لانه في هذه الحالة اسرائيل لن تعترض، نقدر نديله سلاح واسرائيل مش هتعترض عليه، لكنه اوعى تقطع باي حاجة محددة لئلا تؤخذ عليك ونطالب بها. يعني مطلوب منه يقنعه، لكن ومطلوب منه يغريه، لكن مطلوب منه اذا نجح في اغراءه ان لا يقطع اي وعد، تبقى الاغراءات معلقه في الهواء، موضوع لمفاوضات لاحقه. وهذه مع الاسف، او هذا مع الاسف اسلوب في التفاوض نحن وقعنا فيه كتير قوي. وبعدين قل له ان احنا هنبقى مستعدين، لكن اذا حسيت انه غير مستعد لقبول وجهه نظرك لا تغلق الباب، اركز واستنى، وقول له ان احنا هنوصل الاتصالات سواء عن طريق سيرال ستيفنسون السفير او عن طريق بايرود اللي جاي بعد ايام. ده البريف. في جلسه الصبحيه، في جلسه مجلس الوزراء الصبحيه، وانا هرجع تاني جلسه بالليل لان جلسه بالليل كانت شيقه جدا. في جلسه الصبحيه ايدن بدا طرح تقريبا ما يكون بعض النقط المهمه في هذا البريف. في جلسه الساعه 11 الصبح في مجلس الوزراء ايدن عمل حاجه ذكيه، عرض هو بصفه عامه الكلام اللي في البريف، لكن قال ايه؟ قال لجمال عبد الناصر، قال له انا هسيب في المارشال هاردنج يحكي لك عن الاستراتيجيه العالميه بتاعتنا. هنا في الرغبه في تو انتميديت، انك تخلي الكولونيل عنده الرهبه والفيلد مارشال بيكلمه، لما فيلد مارشال بيشرح لكولونيل حديث العهد على السياسه الدوليه، وفي المارشال من قاده الحرب العالميه الثانيه ومن الناس البارزين فيها بيشرح الموقف في استراتيجي عالمي، هذا يجعل في التعامل بين الاقوياء والضعفاء، وفي التعامل بين الممارسين واللي عندهم خبره قديمه، في اسلوب الانتميديشن، اسلوب مش التخويف، لا اسلوب انه حد رغبه في احداث القدر الاكبر من التاثير. في دمشق قاعد بيتكلم كولونيل،
حتى بالغريزة العسكرية في نوع من الرهبة. فبدأ فيه المارشال هاردنج الصبح يتكلم على الموقف الدولي. يعنيني جدا في هذا الموقف الدولي نقطة متعلقة بأمن مصر القومي، لأنه فيه المارشال هاردنج وهو راجل نبيه وعنده تجربة، بدأ يقول لجمال عبد الناصر، قال الموضوع الأحلاف، وبدأ قال أنه والله هذا عهد هذا الزمن التحالفات والدفاع المشترك للدول صاحبة الهدف الواحد، ومصر معتبرة في العالم الحر فهي موجودة معنا، ونحن نريد تثبيت وجودها في العالم الحر في واقع الأمر، وخصوصا هي بعد إتمام الجلاء، وهو ده هيتم في على آخر السنة دي، احنا في فبراير والجلاء هيبقى يعني تقريبا هيخلص في أول سنة 56، هيتم سنة 56، لكن واقع الأمر أنه على بدء أغسطس سبتمبر أكتوبر هيكون حجم القوات نزل إلى الدرجة خلاص يعني. فبيقول له انه مصر مقبلة على استقلال، مصر مقبلة على انها طرف في العالم الحر، وانا عاوزك تقول لي كيف تعرف الامن القومي. احنا بنقول هو الامن القومي لبلدك، لانه هنا في مسألة مهمة جدا، نحن لا نريدك معنا لاننا نريد ان نستخدمك، لا نريد ان نستخدم مصر، لكننا نريد مصر شريك في العالم الحر، وعليها في اطار وجودها في العالم الحر ان تحدد اين امنها القومي. في اللحظة دي بدأ يحكي الأحلاف، فجمال عبد الناصر بدأ تردده في أنه الموضوع مش موضوع أحلاف، وقال له أنه أنا رؤيتي الأمن القومي المصري في رؤى اجتهادات كتير قوي فيه، حتى من أول رؤية رمسيس أنه الدفاع عن مصر، خط الدفاع عن مصر هو الفرات، أمن مصر القومي هو عند الفرات. محمد علي قال أنه عند حلب، وهو جمال عبد الناصر شاف بتجربته في فلسطين انه على اي حال بصرف النظر عن اين خطوط الامن القومي، فهو رأى بتجربته في فلسطين انه الخط الاخير الذي لا تستطيع مصر ان تتراجع عنه هو خط غزة بالفرع، وهذه نظرية الفيل مارشال الليمبي، وهو درس وموضوعه كان عليها، موضوعه في كلية اركان حرب كان عليها. هنا بقى بيهمني ايدن دخل قال ايه، قال لجمال عبد الناصر انا اظن، وهذا مثبت في المحاضر، انا اظن انه حدود الامن القومي المصري ترتكز على جبال القوقاز. انا في ناس في هذه اللحظة في مصر بيقولوا لي انه حدود الامن القومي لا تتعدى حدود مصر. مصر انتوني ايدن سنة 55 هو جمال عبد الناصر متواضع بيقول عاوز خط غزة بالسبع ده، يعني محمد علي كان بيقول شمال حلب ورمسيس كان بيقول خط الفرات، لكن مجرى الفرات، لكن انتوني ايدن هنا بيقول له اظنك لازم تقدر ان واقع الامر ان خط الدفاع الاساسي على مصر اول خط هو خط القوقاز، مش خط الحدود المصريه، يعني مش خط رفح. النهارده لما بشوف اللجاري يعني اللجاري على حدود مصر بحس يعني بحس باختناق والله في بعض اللحظات، لكن هنا ايدن بيقول على حدود القوقاز. بدا استطرد مارشال هاردنج وجمال عبد الناصر بدا يشرح له وبدا يقول له ايه، يقول له انا بفهم انه فعلا حدود مصر حدود الامن القومي المصري شمال خط غزه بير سبع بكتير قوي، ولكن انا في هذه اللحظه هذا هو الخط اللي انا واقف عنده، لانه خط امن القومي يرتبط بمصدر التهديد الموجه الي، مصدر التهديد اللي انا شايفه. ما تقوليش انت بتقول لي القوقاز وبتقول لي اكتر من اللي انا بشوفه، لانك في ذهنك الاتحاد السوفيتي. انا بصراحه ليس في ذهني الاتحاد السوفيتي، انا في ذهني اسرائيل. اسرائيل قطع العلم، عندها عامله حاجتين، قطع العلم العربي نصين لما اولا عملت فظاعات في شعب فلسطين 48 واحنا ما كناش مستعدين، وانا مش عايز اخش في التاريخ الطويل، لكنه في جراح كتير قوي موجوده من 48. وبعدين الحاجه الاخطر من هذا في اعتقادنا انه اسرائيل بالتمدد او بالنزول جنوبا بعد وفي ظل قرارات الهدنه سنه في يناير سنه 49 نزلت واحتلت كل النقب عكس قرارات الامم المتحده ووصلت البحر الاحمر، وبذلك قطعت العلم العربي نصين. قال له انا بارى الدفاع عن مصر متصلا بالدفاع عن العلم العربي كله.
وانا بارى انه امن مصر قومي. الامن القومي المصري موجود في الشام، الشام التي هي جزء من تصوري لما انا جزء منه، زي انتم ما بتشوفوا اوروبا وبتتكلم، كان بادي وقتها بادي اوروبا، بادي الكلام على اوروبا، زي انتم ما بتشوفوا اوروبا انا بتكلم على العالم العربي. والصلات بيننا في العالم العربي اقوى بكثير جدا من، على فكره جمال عبد الناصر ما كانش عنده بريف ودخل هذه المفاوضات، هذا اللقاء ما عندوش بريف، لكن كان عنده حاجه مهمه قوي، كان عنده انه محادثات الجلاء لا تزال ماثله في ذهنه، وعنده انه مناقشات مؤتمر رؤساء الحكومات لا تزال ماثله في ذهنه، وكل اللي حصل في التحضير قبل لقاء ايدن هو اجتماع واحد حضر الدكتور فوزي، يمكن في الغالب كانت لاعاده استذكار بعض النقط الرئيسيه، زي ما بيقولوا في الانجليزي ريفرشنج، تخلي المسائل جايه الى اخر لحظه، يعني تخلي القضايا في ذهنك طازجه صابحه حاضره جاهزه الى اخره. لكن هنا كان بيتدفق حقيقي وهو بيشرح موضوع العربي وبيشرح موضوع الدفاع، بيتدفق تلقائيا وطبيعيا. جنرال هاردينج صمم على حججه، وجمال عبد الناصر صمم على حججه، ثم اتفق على جلسه بالليل هنكمل فيها، هيكملوا فيها. انا ما كنتش موجود في اجتماع الصبح. بالليل جلسه بالليل كانت مدهشه حقيقه يعني. اولا ايدن ورى كل كفاءاته، لانه اول ما جاء وصل جمال عبد الناصر وسرال ستيفنسون استقبله وطلع بيه على السلم كده، وقبل ما يلفه في مبنى السفاره قال له اهلا وسهلا بك عندنا باللغه العربيه، السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بك وسهلا عندنا. جمال عبد الناصر تصور انه هذه كلمة مجاملة هو حفظها، زي ما بيعملوا مرات بعض الساسة الأجانب، يقولنا مرات بشوية كلمات عربية يكسروا بيها الثلج في الأول ويفتحوا الطريق، ولكن مش أكتر من كده. وإذا به يفاجأ إنه إيدين بيتكلم عربي. وبعدين إيدين يحكي بنفسه يقول إنه هو أصله درس، وفعلا ظهر إنه مش ظهر، عرفنا بعدين كاملة، وأي حد كان فيه قصور من جانبنا، يمكن إحنا ما حدش درس تاريخ ايدن الدراسي، لان هو وهو طالب وهو يدرس في اوكسفورد تخصص في المسائل في الاداب الشرقيه، تخصص في التاريخ الشرقي والاداب الشرقيه، واتقن اللغه الفارسيه، وبحكم اتقان اللغه الفارسيه عرف كتير قوي من العربي، فبقى قادر يتكلم ويقول امثله عربيه، لدرجه انه لما مره في مارشال هاردينج قال حاجة لجمال عبد الناصر متسرعا فيها كده، هو قال له في مارشال لسانك حصانك ان صمت صانك وان خنت خانك باللغة العربية. وطبعا الوفد المصري كله كان قاعد في حالة اعجاب شديد جدا وكمان ليدي ايدن، كمان كلاريسا تشرشل كانت فرحانة جدا، او كان باين عليها الانبهار، لانه ده كان كلام على العشق، باين عليها الانبهار بجوزها اللي قادر يقول عربي، يتكلم عربي وقادر يقول حاجات امثله عربيه، وباين ان الوفد المصري مبهور بالكلام. لما اشوف كيف جرى سياق الكلام، بيقول ايدن ايه بقى؟ بيقول انا الحقيقه قصدت بهذه الزياره انه اتعرف عليك مباشره، وانا سعيد اني سمعتك الصبح بتتكلم، لانه انت واضح انك انت عندك، لانه مؤتمر رؤساء الحكومات ونجاح جمال عبد الناصر فيه كان ادى صوره اول لمسه اقليميه متعديه مصر، لمسه اقليميه لجمال عبد الناصر. فبيقول له انا يعني انا كنت عاوز اجي اولا مصر اشوفك، وعايز اقول لك حاجه انت ما تعرفش، يمكن انا اللي وقعت اتفاقيه سنه 36. وبدا يحكي، وانا هنا ما حبيتش اللي بيقوله، قال له بدا يحكي له، قال له تعرف ان انا الاجنبي الوحيد اللي ظهرت صورته على بطاقه بريد تذكاريه في مصر، لانه سنه 36 بعد ما عملنا معاهده سنه 36 مع النحاس باشا، ورجع الوفد المصري هنا وطلعوا طابع بريد تذكاري لتوقيع المعاهده، فانا صورتي كانت على هذا الطابع، فانا اول اجنبي عنده صوره على طابع البريد، على طابع بريد مصري. وقال له ان احنا انا متصور ان احنا انا قصدت اني اجي اشوفك بعد ما كل شيء
بعد ما اتفقنا وتمت المفاوضات وانتهى موضوع الجلاء زي ما انتوا كنتوا عاوزين، ونحن نعتقد انه انتوا ابتداء من الان مش موضوع الجلاء، موضوع الجلاء لا ينبغي ان يشغلكم، والاستقلال والكلام ده كله انتهى. فانتوا نحن نتصور حجم الامان اللي انتوا مطالبين تعملوها لشعبكم. عايز اقول لك حاجه بعيدا بكلمه على مصر، ان انا لما كنت بتفاوض مع الساسه المصريين واشوفهم بالطرابيش الحمراء فوق راسهم، كنت احس انه هؤلاء البشوات لن يستطيعوا عمل شيء لشعبهم. انا كده حسيت انه ده نوع من المجامله قد تكون يعني ابسط حاجه ممكن عليها انها رخيصه ملهاش لزوم، لانه المفاوض المصري القديم والمفاوض المصري الجديد حتى وان اختلفت الاساليب بينهم هم بينتموا الى نفس النوع من الساسه الموجودين. جمال عبد الناصر جايب ثوره، لكن مصطفى النحاس كمان كان موجود نتيجه لشيء ثاني يعني لثوره 19. فهنا انا حكايه البشاوات وحكايه الطرابيش وهؤلاء الاقصائيين عارفين احنا الكلام ده وقلناه، لكن انا عندي واظن عند غيري من اللي حضروا نفس الشعور بتاع ان انا مستعد انا انتقد بشوات القدامة، ويعني ما يعجبنيش الطربوش اللي على راسهم ولا ايه زي ما قالوا عليه قصرية زرع حمراء مقلوبة على الراس كده، لكنه ما انا ما احبش حد يقول لي عليها حاجة من بره، يعني ما احبش حد يحكي لي عليها. وبعدين قال له انا برضو قصدت اشوفك لانه انت راجل عسكري، واحنا اتكلمنا الصبح في استراتيجية العالم، وانت ابديت اراء ومارشال هاردينج ابدى اراء، لكن يعني هذه الاراء باستمرار المناقشة واستمرار الباب المفتوح، سياسة الباب المفتوح هتكمل. وقال له انا كنت عاوز امضي اتفاقية بنفسي، اتفاقية الجلاء بنفسي، لكن مع الاسف الشديد بعض الظروف حالت دون هذا. وقال له انا برضو انا فاهم انت ما حبيتش، وهنا كان في انا فخش تاني، انا عارف انت مرضتش محبتش او وقفت وعارضت ما فعله نور السعيد باشا، لانه هذا هو التناقض التقليدي بين القاهرة وبغداد. وهنا جمال عبد الناصر قال له انا لا اعلم هذا التناقض التقليدي بين القاهرة وبغداد، يمكن كان موجود في وقت معين في وقت الاسر الملكي، اما الان فنحن، وهنا اظن كان في ذهنه هذه العلاقة التي نشأت مع الامير عبد الله، لكن احنا في هذا الوقت واحنا جايين جداد واحنا جايين بنتكلم على حاجة بتشمل اقليم كله وبنتصور مستقبلنا فيها كلنا، فانا لا اشعر انه في منافسة او في حساسية بين القاهرة وبغداد. رجع الثاني على العشاء، ايدن طلب من هاردينج انه يكمل كلامه، فيلد مارشال هاردينج يتكلم شويه ثاني على الاستراتيجيه العالميه الى اخره. الجلسه القعده كان فيها سواء اللي قبل العشاء او اللي بعد العشاء او حتى على العشاء، كان فيها مناخ. هنا اللي غلط فيه سيلوي لويد وهو بيرد على غريبه قوي، انه انا لما كتبت الكتاب لوحده عن السويس كان هم الناشر اختار نكتب، انا اخترت عنوان كابينج ذا لاين تيل خط عازين الاسد، والناشر اضاف ثرو سويس من خلال اعين مصريه ثرو ايجيبشن ايز. لما سيلوي لويد جاي يكتب كتابه بدا كما لو انه في وقتها كان وزير خارجيه البريطانيه، يعني لانه ايدنج ما بقى رئيس الوزراء جاب معاه سيلوي لويد وزير خارجيه، وهو سيلوي لويد هو اللي كان وزير الخارجيه وقت السويس وقت ازمه السويس كلها. فسيلوي لويد خلى كتابه A Personal Account سويس A Personal Account، بقى في واحد من خلال عين مصريه وواحد رؤيه شخصيه. لكن في جو كنت بتكلم على جو العشاء اللي هو اثار خلافات كتير قوي، مش انه كان في خناقه في الرؤى، لانه انا قلت انه وصفت شعور الضباط دول بعد ما شافوا ايده بعد ما خرجوا، لانه هم كنت بحكي من شويه قلت انه ما خدوا يلففوا في السفاره مبنى السفاره او بيت السفاره البريطانيه اللي حواليه اساطير كتير قوي، الواحد بيطلع السلم بيلاقي قدامه ردها كده، وبعدين على اليمين في صالونين كبار قوي، واحد كبير قوي قوي وواحد صغير قوي شويه يعني لحد ما بيسموه الصالون الاخضر. في هذا الصالون الاخضر حصلت القعده اللي بعد العشاء،
لكن واحنا وجمال شغال في ستيفنسون قصد ياخد جمال عبد الناصر الساحه الثانيه، ففتح له الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه فيها المكتب، مكتب السفير، وهو اوضه واسعه كبيره قوي، كان فيها صور للمعتمدين البريطانيين السابقين بما فيهم كرومر وبما فيهم ألمبي وبما فيهم سير مايلز جامسون لورد كيلارن يعني. ففيها كل فصاحه للناس اللي جم واللي هم في راي جمال عبد الناصر اذلوا البلد. وبعدين فيها اوضه السفره الكبيره واوضه السفره الصغيره، في اوضه سفره كبيره قوي وفي اوضه سفره اوضه اكل صغيره. اوضه الاكل الصغيره كانت هي الواقع الامر، هي العشاء يوميها كان في هذه الاوضه المحدوده اللي ناحيه ثانيه من مكتب السفير، قدام في مواجهه مكتب السفير لكن داخله اكثر على الشمال. ففات جمال عبد الناصر وانا اقدر اتصور شعوره وهو بيشوف المكتب اللي كان فيه كرومر والمكتب اللي كان فيه سير مايلز جامسون والمكتب اللي مشي منه مايلز جامسون نفذ 4 فبراير، وهذه اول مره بيروح فيها السفاره. وبعدين بيشوف انتوني ايدن ومارشال هاردينج وفي حكايه يعني. والسفاره وقتها كانت لسه، السفاره البريطانيه وقتها كانت لسه محتفظه بالجلال الامبراطوري بتاع ايام زمان، حتى الجنينه يعني، وكانت لسه الجنينه واصله على النيل، كانت لسه واصله على النيل فعلا. كانت وقتها الجنينه السفاره البريطانيه نازله على النيل وقافله، ما فيش طريق على النيل في هذا الموقع، لغايه ما بغدادي بعد كده فتح وهو وزير شؤون بلديه وقرويه فتح الكورنيش، وكانت ازمه مع السفاره على اي حاجه، ازمه مع انجلترا كلها. فهنا كان في ما يدعو الى انه التناقض يبقى باين بشده بين الشباب الضباط اللي جايين وبين الامبراطوريه اللي بتحاول تعرض نفسها وتصورت انها تخلصت من عقد الاحتلال والى اخره، وبتحاول تغري جيل جديد من شباب المصريين ومن الضباط بانه في عالم اخر بينتظرهم وهيساعدوهم. وهنا في جو اللي مليان ابها ده كله يعني، ممكن قوي انه تدغدغ مشاعرهم والمسائل تبقى لطيفه. لكن اللي حصل هنا انا بفرق بين حاجتين، وهنا اللي غلط فيه سيلوين لويد وهو بيرد عليا يقول هيكل قال وهيكل قال وروايه هيكل والى اخره. ما مش بفرقش بين الموضوعي وما بين الكلر. هو يظهر لما ارى الكلر تصور ان انا بقول المحادثات فشلت، بالعكس يوميها كان في اعتقادي كان في تبادل معقول قوي للاراء. في مارشال هاردينج شرح باستفاضه موضوع الاحلاف ومن وجهه نظره كان شديد الوضوح فيه، جمال عبد الناصر بوجهه نظره شرح رؤيته لمستقبل المنطقه وكان شديد الوضوح فيه، وواضح انه كان في موضوع السد العالي ومساعدات اقتصاديه ومساعدات التصنيع الى اخره موجوده بتلمع كده في خلفيه الصوره دون شيء محدد لانه برضه ايدن. لكن الجو في حد ذاته انا فاكر لحظه من اللحظات ايدن ساب كل الناس اللي قاعدين تقريبا وبدا يشرح لكلايستا لمراته، بدا مراته الجديده يعني، بدا يشرح لها البلاغه في اللغه العربيه، التشبيهات والتعبيرات في اللغه العربيه، وازاي انه اللغه العربيه مليانه بالمجازات وبالتعبيرات، لانه العربي اللي قاعد واللي قاعد في الصحراء الى اخره خياله طريق في رؤيه الصور ويستبدل فيها ويعيد تركيبها الى اخره، وقاعد يشرح لها ده. وانا واحد من الناس كنت يعني قاعد على حال سيكن بتاخد قوي، لانه هنا قدامي حتى مش بس قدامي حتى كصحفي قدامي مشهد مثير من الدرجه الاولى باي معيار من المعايير. الزياره خلصت، ايدن مشي، تقديره لها انها الى حد ما ان هو ارسى اساس لعلاقات طيبه. وعلى اي حال عمل عمليه تحضير مهمة لهنري بايرد السفير الامريكي اللي جاي بعد كده. ايدن بعد ما مشي من مصر راح على اجتماع دول الحلف جنوب شرق اسيا، وهناك قابل دالاس، وهناك في روايته هو لجون فوستر دالاس وزير خارجية امريكا عن تقييمه للقاء مع جمال عبد الناصر. الوثائق هنا الحقيقة يعني
بتدي شكل انه ايدن بيعتقد انه نجح في الزيارة، وانا بعتقد انه في فرق بالنجح بمعنى حقق نتائج، لانه تحقيق النتائج محدش يقدر يعرف في لحظة وقوع لقاء او مفاوضات ما اذا كان قد نجح في تحقيق نتائج ام لا. يقدر يعتبر انه الوقائع ما جرى مرضية بالنسبة له وقد تكون مؤدية الى هدفه، وده اللي يقدر يحكم عليه ساعتها، لكن النتائج قياسها يجيء بعدين. ايدن راح وبدأ يحكي لدلس كيف ان هو يتصور انه هذا اللقاء، بيقول له ايه، اولا بيديله معلومات على انطباعاته عن جمال عبد الناصر، والانطباعات الغريبة قوي ان انطباعات طيبة، انطباعات طيبة. وفي رأي ايدن انه هذا راجل سواء بتربيته العسكرية او بتربيته العملية او برغبته، وهنا دي نقطة مهمة قوي، برغبته في تدعيم نظامه، لانه هنا النظام لسه، انا كنت حكيت في مجموعة سابقة انه هنا في نظام ولد قبل ان تولد ثورة، انه اللي حصل في عملية محاولة اغتيال جمال عبد الناصر ارغمه على ان يأخذ المسؤولية كلها في ايده وان يتولى الامور بيديرها بحزم. لكنه مهما كانت درجة حزمه، بلد زي مصر، بلد زي مصر عصية كتير قوي انه حد يجي من المجهول وانه يمسك كل شؤونها ومقادرها مرة واحدة. وانه تصور ايدن انه جمال عبد الناصر اولا قادر على الفهم، ثانيا انه نوع مختلف من الناس، ثالثا انه عنده امال طموحة جدا اهمها السد العالي، والحاجة الثالثة الرابعة انه هناك رغبة من جانبه في انه يدعم نظامه. الحاجة خمسة وهي لها علاقة بكل الحوادث اللي جاية، ان هو يعتقد انه جمال عبد الناصر مشغول قوي بموضوع اسرائيل، لكنه لا يريد في هذه اللحظة اي مواجهة معها، وانه اللي بيهمه في موضوع اسرائيل هو بالدرجة الاولى هذا الانقطاع الذي حدث احدثته اسرائيل او احدثه وجود اسرائيل في وسط العالم العربي بقطعه بوصولها الى البحر الاحمر من البحر الابيض في حيفا، البحر الاحمر في ايلات، هذا معناه قطع العالم العربي. وان هو ده بخبره جمال عبد الناصر الاستراتيجيه وبتجربته في فلسطين وبتكوينه كضابط، العقبه الاساسيه الموجوده قدامنا هي موضوع النقب. واذا امكن، هنا الامريكان كانوا كمان بيشاوروا في الموضوع ده، واذا امكن فعلا انه يتم الترتيب مع اسرائيل انها ممكن قوي تسمح لمصر بطريق جنب طالع من خارج العقبة، من جنب خارج العقبة ماشي الى منطقة بئر سبع واصل الى الاردن، بحيث انه هذا الطريق واسرائيل موجودة عليه على الجانبين على اي حال في تصورهم كده يعني، بحيث انه يبقى فيه يتحقق لجمال عبد الناصر شيء هو يعتبر انه مهم جدا بالنسبه للدفاع عن العالم العربي، وهو الصله بين المشرق العربي والمغرب العربي عن طريق شارع يعني في التصور كده، او على الاقل كان. والامريكان كانوا في ذلك الوقت ايضا كانوا برضو مقتنعين بشيء من هذا النوع، وقاعدين يرسموا خطط ومشروعات هندسيه يخش فيها كل الكفاءات الهندسيه بتاعه الامريكان، ولدرجه انهم فكروا يعملوا انه اسرائيل هترفض انه اي حاجه تتاخد منها اطلاقا يعني، او انه طريق او شارع او اي حاجه، ففكروا يعملوا اوفر باس، كوبري علوي، طريق علوي على قوائم يلد من سينا الى الاردن ويبقى فوق عربي وتحت الارض تحت اسرائيلي. وبدت الاستعدادات لانه بايرود يجي يعرض الخطه الفا في كل تفاصيلها، وفيها ما قد يبدو لهم انه يستجيب لرغبات جمال عبد الناصر، السد العالي، اتصال بالعالم العربي الى اخره، ويبدو انه لاول مره يبدو انه يعني ممكن قوي يبقى في فرصه لعمل شيء يضم يفتح الطريق لاحلاف في المنطقه، يدخل اسرائيل فيها، يعمل نوع من التعاون، خصوصا هم كانوا متشجعين بحاجه اساسيه وهو انه جمال عبد الناصر بالفعل ساعد في موضوع مياه الاردن، لانه لما في ذلك الوقت الدول العربيه جت سوريا والاردن جم لمصر يسالوا ايه موضوع مياه الاردن،
وجمال عبد الناصر كان رافض التعاون مع اسرائيل فيه، لكن في نفس الوقت شايف اهميه مياه الاردن لكل الدول العربيه. فبدا احنا بدينا هنا في مصر نبلور نوع من الاقتراح المضاد، وهو انه مياه الاردن كنهر دولي وفي اطار الامم المتحده وعلى نسق ما يحدث في لجان الهدنه، ان يبقى في لجان لتوزيع عادل لمياه نهر الاردن. وهنا بدت صوره تبدو على الاقل في الغرب تتشكل بامكانيه عمل شيء، لكن على حال فيما يتعلق بجمال عبد الناصر بقى عارف ان هو بيقاوم ايه، لكن لا يزال حتى هذه اللحظه اظن كان عنده تصور انه بشكل ما يمكن عمل بناء شيء في المنطقه، لكنه لانه كمان هو مهتم بالدرجه الاولى في ذلك الوقت، بالدرجه الاولى مهتم جدا بالتصنيع، مهتم بالخدمات، مجلس انتاج مجلس خدمات، مهتم قوي اللي بدا يستولي عليه السد العالي. صباح الخير.